الله يحميكم كلكم كده ويحفظكم إن شاء الله، يمتعكم دائما بالصحة وبالعافية وروح الإبداع، وجائحة كورونا تنتهي وتنتصر وننتصر عليها تماما وتختفي من العالم، ونرجع نشوفكم تاني مبدعين ونشوفكم دائما مليانين جدا بالطاقة والحماس. أنا سعيدة جدا 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 يكون معي عبر الهاتف الزول العزيز علينا جدا يسري صلاح، مخرج وصاحب أفكار مختلفة وداعم إيجابي لكل حاجة بتحصل. هو يمكن يسري ده أول زول طبق شعر خليك في البيت، لأنه معروف إنه لما تحصل أي حاجة في السودان يسري بيكون أول داعم لها، بياخد الكاميرا بتاعته وبينزل بيصور بيعمل أفكار جدا عظيمة بيدعم كل الحالات ممكن تكون حاصلة في السودان. بالفيديو اللي اتعمل ده وواضح تماما كده هو ماشي مع فكرة خليك في البيت. يسري يا أخي زيك، صباح الخير عليك. صباح الخير وصباح السعادة أخو التسنيم، وصباح الخير على الشعب السوداني كله. صباحاتك عافية وشكرا جدا على الفكرة والحاجة المبدعة دي، ده اللي انت عودتنا عليه دايما يا يسر. لكن عايزة أتكلم معك أكثر عن الفكرة وعن طريقة الرسالة، ما كان في مجموعة من التدابير اللي احنا كان نتبعها، اتخذت الشعار واخذت الرسالة الخاصة بخليك في البيت واتجهت وعملت منها الفيديو الظريف اللي احنا شفناه ده. الله يديك العافية. طبعا هي الفكرة هو الموضوع كله كدعم للتوعوي للجائحة. يعني احنا الشعب السوداني ما شاء الله يعني من الصعوبة اللي بيتقبل المعلومة بشكل سريع جدا. نعم تمام. فكانت الفكرة انه كل زول في بيته، احنا طبعا بعيدين شوية منكم يعني ربنا ان شاء الله يجيبنا قريب، لكن كانت الفكرة انه كنا قاعدين في البيت انا وزملائي اثنين طبعا محظورين برضو. ايوه في نفس السكن. فانه كيف احنا ندعم الحاجه دي؟ يعني كيف انه احنا نقدم حاجه توصل للسودان عن طريق الناس المشاهير في السوشيال. وسبحان الله كل الناس يعني ما في شخص انا رسلت له رساله قال لي انا ما قادر ما عندي تماما وكيف. تماما يعني منهم ناس كانوا برا رجعوا، يعني الوقت ده كان في السودان ما كان في حظر، يعني هو اتعمل قبل تقريبا كم اسبوع، كانوا برا لاغراض يعني ضروريه فرجعوا على اساس انهم هم يعملوا الحاله السمحه دي. صح. فهمت علي؟ اي فهمك تمام. يعني كان 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 الموضوع انه يعني الدليل شديد، يعني كل الناس اللي انا حسيت انهم هم قريبين من الشعب السوداني في اللحظه دي، يعني كل الناس دايما حابه تساعد. يا سلام عليك يا سلام عليك. حابه تعمل حاجه سمحه. كل الناس اللي موجودين هنا هم اغلبهم مشاهير في السوشيال، اغلبهم هم عشان الرساله توصل. يعني الفكره كانت صح. يعني يسري معلش ما في عمل وما في فكره بتقوم من غير دعم. انا في البدايه حكيت قصه كده كانت ظريفه جدا، احنا الفيديو ده وصلنا كيف كقناه سودانيه 24 ووضحت طريقه الدعم اللي هي اكيد من الوالد صلاح ربنا يحفظه يا رب ويمتعه كمان بالصحه والعافيه. عايز اخذ معاك الجانب الخاص باهميه الدعم في الافكار زي كده وفي الناس اللي هي موهوبه ودائما بتفكر انها تعيش حياتها بطريقه مختلفه. هو شوفي ما في حاجه بسهوله، يعني ما في حاجه بسهوله، بس اهم حاجه انه انت تكون مؤمن بالحاجه اللي انت قاعد تعملها. يعني اهم شيء ان اذا انت كنت مؤمن بالحاجه اللي انت قاعد تعملها هتلاقي الدنيا دي كلها واسعه معك. يعني انا قبل 5 6 سنوات كانت الوالده بتيجي تقول لي انت قاعد تعمل في نفسك، يعني انت خلاص اقعد من الكمبيوتر شويه، فلا ما في داعي انك تقعد الساعات دي كلها، يا ريح شويه. فلا لما شافوا في النهاية نتيجة الحاجة اللي أنا كنت مؤمن بها من البداية وقاعد أعمل فيها من البداية، وجهة النظر اختلفت. الوالدة الله يديها الصحة والعافية وخلاها لنا يا رب. تمام. لكن وجهة النظر اختلفت. الوالد كان داعمني من بدري، يعني ما كان يعني هو أول زوج جاب لي كمبيوتر في البيت، يعني بدري جدا، يعني فاهم علينا. فكان بيحاول إنه لا أنت طالما إنك أنت تسجل الطريق ده ما قاعد تطلع ما قاعد تلعب ما قاعد، يعني قاعد في البيت وقاعد في كمبيوترك وقاعد في حياتك، فخليك هنا. تمام. فحاولت اقلل الموضوع ده بدراسه، حاولت اقلل الموضوع ده بحاجات ثانيه، فالحمد لله اهو شويه شويه ماشيين يعني. ممتاز. الله يوفقك يا رب دائما يا يسري، وعودتنا جدا على الاختلاف، فعايزين نعرف معك شنو العمل القادم الخاص ب سواء كان اعمال عن توعيه بفيروس كورونا وانه ناس تتبع وتتواصل في الجانب الخاص بالتدابير الوقائيه، او كان حتى عمل ثاني يعني بخصوص رمضان قرب، فعودتنا دائما على اخراج يسري صلاح، فشنو الجديد اللي انت حتقدمه؟ قبل اخراج يسري صلاح في حاجه انا حابه اتكلم عنها، يعني
حاجه بتدعم نفس الموضوع ده. ايوه انا عندي اختي الاصغر مني طبيبه، أيوة. هي اول واحده بينت معاكم في الفيديو. ايوه هي كمان ساعدتني كثير في الفيديو ده، يا سلام ساعدتني في المعلومات الصحيحه. حلو. تمام. هي عندها حاليا مبادره شغاله عليها في مجال طبي باطباء الاحياء. احنا الامراض ما بس هي فيروس كورونا، في امراض ثانيه مزمنه، في امراض ثانيه يعني تحتاج رعايه، ومع الحظر رفعت جدا الواحد يطلع صح. او يعرف انه المريض وين وكمان. فهي عملت مبادره جميله جدا انه يعني تجمع الاطباء بتاعين الاحياء مع لجان المقاومه، انه يكون في رقم موحد في كل حي، وكل الاطباء القريبين جنبك يكونوا عارفين، يعني عارفين الاخصائيين زي غرفه طوارئ يعني اللي عندهم زي غرفة طوارئ في الحي. حلو. تمام. حلو برقم موحد يكون موزع على كل الحي. يعني دي انا من الحاجات اللي حاليا حابب انه انا اتكلم عنها واتعامل جدا، لانه الموضوع جميل ان شاء الله قدام ناخذ معاها مساحه اكثر يا يسري، وهي تعرفنا بنفسها عن المبادره وطريقه الانضمام لها، ولو حابه اي مساعدات اكيد احنا دائما كسودانيه 24 واقفين وداعمين جدا لاي شاب هو فعلا بيعمل في حاجه مختلفه وفي حاجه مميزه، والقصد منها في النهايه هي انه يدعم الشباب ويدعم المجتمع السوداني. اكيد احنا معاكم ومع كل الناس اللي هي بتفكر انها تعمل كده، ما في مشكله باذن الله باذن الله. اما من ناحيه الاعمال الجايه دي فاحنا أيوة. ان شاء الله في كم حاجه كده ان شاء الله شغال فيها، في فيلم شغالين فيه، وفي مسلسل اسمه ثلاثه ويا ايوه ببطوله حسن كسله وسلمى الشيخ، ان شاء الله برضه شغالين عليه. وطبعا مع الحظر والظروف الحاليه دي ما قدرنا نكمل التصوير 100%، لكن ان شاء الله في القريب حتشوفوه قدامكم ان شاء الله. اكيد معاك وداعمين جدا لكل الناس اللي هي موهوبه ولكل الناس المميزه. يسري صلاح شاكرين جدا سبع صوتك، وشاكرين جدا لكل المعلومات اللي انت ذكرتها، وبنتمنى لك كما العاده دوام التوفيق والنجاح لك ولكل الداعمين ولكل الناس المبدعه اللي داخل المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك يا يسري. الله يكرمك تسلمي كثير، وشكرا لكم وشكرا للشعب السوداني كله، وأبو عافية إن شاء الله، ووديكم العافية كلكم إن شاء الله. الله يكرمك يا رب يا كل خير. أكيد ما زلنا مستمرين معاكم في حلقتنا اليوم من برنامج صباحات سودانية، لكن هنطلع مع بعض فاصل قصير جدا ومن بعد نواصل حلقتنا.